خليني أسأل حضرتك في البداية عن حجم التمثيل التجاري ما بين مصر وكندا، كان كام قبل 2014 ودلوقتي بقى كام؟ حجم التبادل التجاري بين مصر وكندا زاد في الفترة الأخرانية. احنا وصلنا دلوقتي إلى 1.2 مليار من كان 800 مليون بس، فده كان حاجة كويسة جدا بنقولها، إن الأيام اللي فاتت أو السنين اللي فاتت هي اللي زودت حجم التبادل، منهم 770 مليون دولار حجم تصدير الذهب لكندا، لأن الذهب بيروح لكندا بيتم عمل تنقية له واعتماده ووضعه في السوق العالمي. بالنسبة للذهب اللي حضرتك بتكلمنا عنه، هل ده ذهب منجم السكري؟ هو ده ذهب منجم السكري، واحنا بنطمع ان احنا دلوقتي عشان في 4 مناقصات جديدة نزلت في مصر ان احنا الحجم ده يزيد اضعاف. كندا بتتميز انها عندها معامل لتنقية الذهب عشان يبقى يسمح بوضعه الى السوق العالمي ويتم اعتماده، لان قبل ما يحب تحط اي ذهب في السوق العالمي لازم يكون معتمد من جهة، وكندا فيها جهة الاعتماد. وأيضا بوجود في كندا في تورونتو بورصة المعادن، كل ده بيشجع الناس انها تتعامل مع كندا في مجال الذهب، سواء كان تنقية او اعتماد او حتى عرضه في السوق العالمي للبيع. يعني هو في انطباع عند المصريين ان ذهب منجم السكري اللي بيطلع يروح كندا ما بيرجعش وما بنشوفش منه حاجة، يعني لا، هو فعلا ما بيرجعش، لانه هو انت عشان تطلع الذهب لازم تعرضه في 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 بورصه عالميه للذهب، ودي عشان كده بيبقى بيرجع كمال، لكن ما تقدرش اقول انه بيتهرب او يعني كلمه ما بيرجعش دي كلمه عشوائيه، ولكن هو لازم يسافر هناك عشان تقدر تحطه في السوق العالمي. انت لو طلعته من منجم السكري ما تقدرش تعرضه في السوق وتبيعه، لان نسبه الذهب تكون في حوالي 96%، ولا تستطيع وضعه في أي سوق عالمي إلا لما تكون نسبة الذهب موجودة فيه 99.9%، ودي محتاجة تكنولوجيا عالية جدا غير متوفرة غير في بلاد قليلة جدا جدا في العالم كله. يعني مدى صعوبة هذه التكنولوجيا انها تبقى موجودة عندنا في مصر ايه؟ والله احنا سعينا ان احنا نجيب معمل الاعتماد ده يجي مصر، ولكن المعمل ده لوحده عشان يعتمد عشان ينشأ عايز 70 مليون دولار، لكن حجم ما يمكن انتاجه من الذهب لا يكفي ان يعمل المعمل ده لمدة السنة بحالها، فده اصبح عبء كبير. فاحنا نطمع ان احنا بعد الاستثمارات الجديدة اللي موجودة، وان احنا نتعامل مع افريقيا ومع السودان ان احنا نجمع الذهب، وتبقى مصر هنا البودقة اللي يتم فيها تنقية واعتماد الذهب، ولكن ليس في الوقت الحالي، لان زي ما بقول لحضرتك هذا المعمل تكلفته عالية واستثماراته عالية، والمنتج من الذهب مش يكفي هذا الانتاج.